ذكرنا أن هناك مجموعة من القوالب المصممة الجاهزة مسبقاً، كما أنه يمكن القيام بفيديو من الصفر أي من البداية عبر اختيار القالب بلانك. جاري التحميل. عند اختيار أي قالب سيظهر هذا الفيديو التعريفي، سنتجاوزه، وما سأقوم به هو عمل فيديو يمكن استخدامه لحصة اللغة العربية كترحيب قبل التمهيد لكسر الروتين وخلق جو أو نوع من الحماسة والدافعية في نفوس الطلبة. بداية سنقوم باختيار الشخصية، شخصية المعلم. بعد ذلك سأقوم باختيار الخلفية، خلفية تدل على الغرفة الصفية. يمكن إضافة نص وهو عنوان الدرس، اختيار النص العربي، على سبيل المثال سأختار درس الأفعال الناسخة. تكبير حجم الخط، سأقوم بتسجيل صوتي عبر الضغط على Record Voice. سيظهر بعد ذلك صندوق لتسجيل الصوت، نضغط على Start ثم نبدأ التسجيل. مرحبا أيها الطلاب الأعزاء، سنأخذ اليوم درس الأفعال الناسخة، أتمنى لكم وقتا ممتعا ومفيدا. علينا بعد ذلك تسمية هذا الصوت برقم، على سبيل المثال هذا الرقم، ثم الضغط على Save أو Cancel إن كنا نريد الإلغاء أو إعادة التسجيل.
علينا الضغط على ساوند تراك تايم لاين لإضافة الصوت. هذا الشريط لوضع خلفية. في البداية سأضع هذا الصوت الذي قمنا بتسجيله ليظهر لنا هكذا. أما بالنسبة للخلفية الصوتية سأختار أحد الأصوات الجاهزة celebration على سبيل المثال هذا الصوت. للمعاينة نقوم بالضغط على هذه الرموز. إن أعجبنا الصوت نقوم باختياره ونزول به إلى هذا الشريط هكذا. لنقوم بالمعاينة الآن. مرحبا أيها الطلاب الأعزاء، سنأخذ اليوم درس الأفعال الناسخة. نتمنى لكم وقتا ممتعا ومفيدا. يمكن إضافة تأثيرات للخلفية كهذه الخلفية مثلا. سأكتفي بهذه الصفحة. بالنسبة للشخصية يمكننا تغيير وضعيتها أو حركتها. سأختار التلويح للمعلمة ليكون ترحيبا جميلا. يمكننا وضع عدد مثلا، قد تكون هذه رزنامة معلقة مثلا. وهنا لي حجم الخط. بالإمكان إضافتها، وضعها تحت الساعة. نستخدم هذه الأسهم للتصغير والتكبير. من الأمور التي يمكننا إضافتها مثلا ثلاث مهملات، ولكن هذه من الأمور التي يجب أن نقوم بالدفع لها.
هذه تصلح للرزنامة. هناك العديد من الإضافات الجميلة التي يمكننا وضعها في هذه الصفحة. سأكتفي بهذا القدر من الإضافات. علينا القيام بتجريب بتجريب هذا الفيديو مرة أخرى. نضغط على هذا الزر. مرحبا أيها الطلاب الأعزاء، سنأخذ اليوم درس الأفعال النافخة. نتمنى لكم وقتا ممتعا. بعد ذلك نقوم بالحذف. قبل الحذف إذا أردنا إضافة شريحة أو صفحة أخرى نقوم بالضغط على هذه العلامة هنا لوضع تكرار للصفحة، لذا لن نحتاجها. سنقوم بحذفها بالضغط على رمز سلة المهملات، هذه أيضا سأقوم بحذفها. بعد ذلك نقوم بالحذف. بالنسبة للحذف لا يكون استعراضه بعد ذلك إلا من خلال الاتصال بالإنترنت والدخول على الحساب. الحفظ على سطح المكتب سيكون عبر الدفع واختيار النسخة غير المجانية. هنا للاستعراض Export Download سيكون فقط لوضعه على اليوتيوب والفيسبوك. هذه لقناة النشر، لنشره على القنوات في الفيسبوك ويوتيوب. نخرج من هذه الصفحة. سنقوم بتجربة قالب آخر وفكرة جديدة أيضا عبر استخدام البلانك. نتجاوز هذا الفيديو التعريفي. الفيديو الذي سأقوم به الآن ليصلح لعرض القيمة الشهرية التربوية الخلفية. بداية الخلفية قد تكون جاهزة أو صورة، كذلك يمكن أن تكون لوناً فارغاً.